اه طبعا بسم الله يا فندم. انا لو مش فاضي افضي لك نفسي. حبيب قلبي حبيب، ازيك؟ عامل ايه؟ نور الدنيا. الله يخليك، بس مستعجل بس عشان متحقق واحد. رايح فين طيب؟ رايح مشوار كده قدام اخر الشارع ده يمين. اخر الشارع يمين؟ اه عند الحصري كده؟ عند الحصري. ماشي. عادي هيضايقك بس عدي اخد اخواتي من البار. طب وصلني وبعد كده ابقى اخد. لا على الطريق والله، بنتين اخواتي غلابة اقسم بالله، احترام الدنيا ادب الدنيا، ابويا وامي ما سابونيش غيرهم. ربنا يخليهم لك. يا رب يديك زي ما اداني والله. شقة ليل نهار يا عيني. الله يعينك. شقة ليل نهار، البنات بتشقى دلوقتي. ايوه بتشتغل، ما هتعمل ايه؟ شغل ليل نهار وما يعرفوش شغل للبيت ومن البيت للشغل، مش شغل للبيت ومن البيت للشغل. الله يعينهم. انت اخوهم كبير؟ انا اخوهم الكبير بس سبحان الله بيتعاملوا معايا على اني بيبي. يعني بص، هم اللي بيلبسوني الصبح. اه يعني مخلين بالهم. هم اللي بيسرحولي شعري. اه زي ابوهم وامهم كده يعني. يعني التسريحه دي مصر كلها بتعلق عليها. انا الصراحه تسريحه غريبه بس عادي. جميله. يعني اختي نوسه اللي عاملاها. اختي نوسه اللي بتسرحها لي. هي اللي بتسرحها لك. اه، نص مصر بتعلق على التسريحه. اه، والنص الثاني بيعلق نوسه، قصدي بيعلق على النص الثاني من التسريحه. ابويا وامي قالوا لي يا سمسم، اهم حاجه اخواتك البنات يا سمسم. وبابي كان يتك على سمسم، مش فاهم ليه بصراحه. هو تقريبا كان بيحب السمسم دايما حتى في المفتقه وكده، بس عادي. اهم حبايبي جم نازلين من العربيه بتاعت الشيخ بتاع الدور. بص اهم يا مجرمين يا عسلات، بحبكم وبحبكم اخواتي الامارات. حبايب قلبي سمسم، حبايب قلبي جم. حبيبي يا علي حبيب قلبي سمسم، اخبارك ايه؟ وحشتوني وحشتوني وحشتوني. سمسم اقسم بالله ادب الدنيا، اخلاق الدنيا، وقلت ادب الدنيا. يا لهوي هزار، خف الدم. كل حاجه ممكن تتخيلها وممكن ما تتخيلهاش بيعملوه. واكل بياكلوا، شرب بيشربوا، نوم بيناموا، على الحيطه بيمشوا، كل حاجه. اه والله، بالذات في النوم دي بنام في اي حته. بقول لك ايه يا سمسم، عمرهم ما شافوا، طول عمرهم في عربيات. في عربيات؟ طبعا طول عمرهم في عربيات. ايوه طبعا. اللي قال لي يا واد يا سمسم، مين ده زبون جديد ده ولا ايه؟ يا روحي، ده زبون زي السكر وزي العسل، وباين عليه ما شاء الله الرجوله، شكله عصب الولع. الواد عصب اقسم بالله. عصب عصب يعني. أوه. المهم طمنوني، عملتوا ايه امبارح؟ زفت الزفت بلا. لا بقى، انا كده ممكن اقلب على الوش التاني وازعل منكم. ولا الوش التاني ولا العمل. لا، الراجل مكلمني ومفهمني ان هو اداكوا الابيج والسبيج كامل. مش بنتكلم على الابيج، احنا بنتكلم على المعامله. اه تابع. بقول لك يا بيرو، بيرو انا هارش. هارس. اه، لان انا كل حاجه اتبعتت لي صوت وصوره. حاجه اللي اتبعتت لك صوت وصوره بقى بيرو، بقى كل مره بتنهدي معايا في الحساب. يا عم ما تقرب لي انا بقى، ما تقرب يا عم انت. اقرب لك ايه؟ يعني امشي شويه يا عم. اللي بتعمله بس يا ريت انت خليك في حالك بلا تقربني. ما تقفش كده. ايه يا عم؟ ايه ده ماله ده يا اختي؟ ما تفهمش. خليك قاعد على البنات يا عم، خليهم في حالهم يا عم. هم في حالهم. طب في حالهم ملوش دعوه بيا. امال هم في حالك يا عم؟ وصلني بقى واسكت. اوف عليك. ما تهدى بقى. انا هيك بقول لك يا سمسم. انا سمسم. ده انت طلعت سمسم من اللي هو السمسم. ابو مبارك عامل ايه؟ زي الفل، لسه واخد الحقنه. وابو عدنان؟ ابو عدنان سايبان نايم. احين نسيت اقول لك مين كلمني امبارح. مين؟ تخيلي كده. ايوه مين؟ انت يا بنت يا نوسه تعرفي مين يا نوسه؟ ابو طلال. يا بنت اللعيب. قال لي البنت نوسه وحشاني وحشاني. قلت له عندها اوردر مشغوله لحد الخميس الجاي، يوم الاحد اللي بعده هتبقى فاضيه، بس فاضيه ثلاث ساعات. كلمه دلوقتي. كلمه دلوقتي. يحب الخفيه كلمه. طب استنى، ده وحشني قوي والله. لا كلمه عشان انت حبيبه قلبي. بس بقول لك ايه؟ ايه؟ المره دي مش اقل من 1000 دولار. اه امال ايه؟ طبعا. اه الله يخرب بيتك يا بعيد. انا اللي وقفت الكلام ده. ايه يا ابو طلال يا سكاره؟ بقول لك ايه؟ مين معايا بقى وانت وحشها في العربيه؟ البت نوسه عايزه اتكلمك. خد يا بت، كلمها ابو طلال وادوني تاني. كلمها ابو طلال. ابو طلال لولي حبيب قلبي. ايه يعني يا جدع؟ اخبارك ايه يا واد؟ يا جدع يمين، ما انت عمال طول الطريق عمال تقول لي من ربي واخواتي وما بيطلعوش من البيت وشايفين احنا ولا ايه؟ وعمال تحكي دي سجاره. يمكن انا ما بشربش سجاير. ما بشربش سجاير يا سلام. ابو طلال دي له
ايه يا حبيب؟ وعيد في بعض. طب استني بس، بتقول ايه؟ لما انت عارف انا ماليش من خشن ابو طلاق. كمان ايه ده ايه ده ايه ده؟ عايز تغير؟ طب استنى خليك معايا، والله انت رزقك في رجليك، ثواني خليك معايا. بقول لك ايه، تطلع اوردر ب 1000 دولار؟ انت عبيط يا دي، اللي اسمك سمسم يا دي، انت مجنون يا دي ولا خلاص يا؟ 1000 دولار يا جدع شيل يا عم. لا مش عايزهم يا اخويا. 1000 دولار لا يا اخويا، خليه لك. طب ما تطلع انت معاه يا اخويا. ما توافق يا بنت، انا بوافق. انا عبيط ولا ايه؟ انا زي العسل وهيمسكك قوي. يا سلام، احترم نفسك. انا بقول لك اهو، يا عسل شكله سعيد. ما تكسلني هنا، بلا عصب بلا عسل بلا بتاع. هيخلص معاك في الليل. يا لا يا لا، انت احترم نفسك، خلي امك يا اخلص معاه واكلمك. اخلص معاه واكلمك. بقول لك ايه، اقول لك على حاجه حلوه. خد يا بيرو، ودي للبت الكوافيره بتاعتك، هتعمل له صنفره وتنضفه لا انا انضفني قبل ما اشوفك يا يا عم. انا هوديك والله، انضف قبل ما اشوفك وهشوف الاشكال دي انت عملته لي. انا هوديك سالي عينك ولا ايه؟ يا عيني يا اخواتي ومراتي وما تطلعش لوحدك يا اخي، ما تطلعش من البيت. لا واحده واحده يا عم، وحدك بس كده. بص ثواني، ما انا باصص. ما تبص يا رجع، بص عليا يا سماسيمو. ما تمدش ايدك بس بعد اذنك. شنب جاي في شنب، مالكش شنب انت عبط. وشعر السجل جاي يتنطط كويس. السام ده مجانين، ماشي نعمل له حمام مغربي يا ريت، ولو عملنا له باروكه كمان يا سلام. والقشف ده يتشال، عنده قشف في الحته دي، شيله هو شيله. تصدق وشعر صدره ده يتنضف في شعرها. شعر ايدك بس. يلا يا ألف دولار. يلا ما تتجنش، بس ملهاش في الطيب نصيب. يا عمر مش فاهم مصلحتك، ارميها. انت تحترم نفسك عمر، مش فاهم. انت تحترم نفسك، هتغلط هقل منك والله. تعالى لي ده ولا تعرف تقلب. اه يلا، انا لو ده بس. يلا بقول لك ايه، يلا انت اورن يا انا اورني والله اورن. ولا انت هجار؟ والله اورني. انا لا. طب اقول لك على والله حاجة. انت اورني. طب ما تحترم انت نفسك. هو اخوات اورني. بقول لك ايه، بقول لك انا عارف عليك والله، هتزعل مني. مصيبه والله، انت هتنزل من التاكسي بمصيبه. يا لا انت كداب. يا لا انت بتحرش بيكي. ايوه يا لا، صوت يا بنت، صوت يا بنت، بتحرش بيكي، بتحرش بيكي والله. تتحرر تيجي لابو طلال ولا تخش على الاسم؟ يلا ابو طلال اللي جابك. يلا بينا على الاسم يا حبيبي. يلا يا حبيبي، الكروش دي فيها ايه؟ اوعد ايدك يا ايدي. طب وريني الكروش. اه خلاص، بس اوعدك بلا بتاع. اوعى يا عم، اللي جابني معاك الله يخرب بيتك. انت تتحرش بيك يا عم، ايه؟ هركن على جنب. والله انت ابويا. يا لا يا بيت، يا لا انت ابويا. انت بتختصر. خد يدي، خد يدي يا ابويا، خد يدي يا ابويا. يا سيم، طب يا سيم، هتجننك اشجنك انت يا ولا الواد ايه ده؟ ولا الاشكال انت بتركبها العربيه دي؟ بص يا عم، انا بص بلاش. بس اوعى كاميرا، كاميرا بتصور، بتصور. دي حلقه، حلقه مقلب والله. نذيع، نذيع يا باشا، نذيع. بلاش، هنكفل الحاجات. فين؟ في المعادي. مش المعادي، على الكورنيش. عناية التنين، استرها علينا يا رب. انت منين يا اسطى؟ انا من الصعيد الجواني. جواني؟ ايوه يا اخوي. لا اله الا الله، قلبي مقبوض. ايه بس واحد الا كده؟ مش عارف، قلقان. ما فين؟ في حاسس بيهم. حاسس بيهم، شامم ريحتهم في كل حته. ومين دول يا اسطى؟ هم مين؟ ايه مالك يا عم عادي؟ انت ما تقلقش، انت تقلق ليه؟ استر علينا يا رب. ايه يا اسطى، انت قفلت من سوق الليل؟ ايه؟ انت قفلت من سوق الليل؟ يا عم ما قفلتش حاجه يا عم، هو بيقفل الواحد من سوق. مالك كده، فيك ايه؟ ما انت قلقتني يا اسطى. فيك ايه يا اخي؟ في ايه؟ لا اله الا الله يا اخي. يا رب يا كريم، استر علينا. حاسس بيهم، حاسس بيهم وشايفهم. استنى يا اسطى، والنبي نزلنا ورا ولا نزلنا على جنب؟ انزلك ورا يعني ايه يعني؟ جاي يعني ايه انزلك ورا؟ اقعد يا عم. فيك ايه يا عم؟ وطرتني يا عم، وطرتك ايه يا عم؟ وطرتني يا عم، سيبنا في حالنا يا اخي، مش رايح مشوارك. طب ما خلاص بقى، سيد خشمك يا عم في الطريق بقى. سيد خشمك. طيب لا اله الا الله يا اخي، هو ده طريق المعادي يا اسطى؟ يا عم سيبها على الله يا عم، دي الطرق الزحمه والطرق بقى، بحاول اشوف لك طريق سالك. سالك ايه يا اسطى؟ يا اسطى ده مش طريق المعادي خالص. بقول لك ايه، بقول لك ايه، انت تقعد جنبي ساكت، تقعد ساكت. ماشي منه ليه؟ تعال يا اسطى من سوق يا اسطى. اقعد يا عم، اقعد يا عم. لا اله الا الله. فين يا اسطى؟
حريدي مين عسران؟ مفاتيح شيء مفاتيح شيء هل مفاتيح شيء عايزين من ايه؟ عايزين من ايه اللي جابكم؟ اللي جابكم؟ حريدي حقت لك يا حريدي تقتل مين؟ ايه اللي جابكم ورايا تاني؟ ارجع بالزمن 20 سنة ورا يا هريرة يا عم انت لسه زي ما انت ما تغيرتش يا وهدان انا ما تغيرتش وانت يا عسران طول عمرك تعمل غلط يا منتصر والناس تحبك منتصر مين؟ ما عارفش نرجع لمرجوعنا نرجع لمرجوعنا احنا مش كنا خلصنا القديم اقعد انت ساكت تتقشمك مثلنا اصلا مش نزول يا جدع اقعد انا حكتلك يا اهدار احنا عايزين نحكي يا عم ارجعوا لك كده ما تزقنيش بتقعد يا عم بتقعد يا عم انتوا متخلفين ايه ده ايه ده يا عم عيب يا ولا اني يا عم وعيد اني اهدى شويه يا عم وعيد شايل ولدك معاك يا عم وعيد خلاص يا رجاله ولده مين يا عم نزلنا ربنا نزلنا لو النبي كل قفلنا الدفاتر القديمه يا عم والنبي نزلنا يا اسطى نفتحها تاني ليه يا عم ارجع يا عم ارجع ساكت انت نزلنا هنا انا شغل معانا انا عامل مشوار ده خالص اصبر عليا اصبر يابا اصبر يابا خلاص ده قفلنا الدفاتر القديمه نفتحها تاني يا عم نفتحها ليه يا عم بفتحها بعد ما ارجع انت 30 انا بتذكر رجعت فاكر يا ام كي جي فاكر ايام ما كنت بتاخد المصاصه من البت هنديه فاكر وبعدين انا قاعده وساكته وحاطط في قلبي بس ايه خلصت عليهم بيدي اختار موتك بيدك اختار موتك ايوه اختار موتك بيدك يعني ايه اختار موتي يعني هتموت يعني هتموت مين اللي دالكم علي انت مشك البطال هو اللي نزلوني واتخانقوا نزلوني واتصرفوا انا مش عارف الحوارات يا عم ما اعرفوش بس يا ولد بس يا عم هنيجي مين اللي عيب عليك انا مش هنيجي انا مش هنيجي يا عم اهلي منع للتوهان حتى لكم انتوا الاثنين تقتل مين يا عم تقتل مين يا عم يا عم بس خلاص يا عم اختار موتك بايديك يا وهدان اختارها اختارها يا وهدان اختار موتك انت له يا عسران اوعى عيد اوعى عيد انت بتسب انت بتسب قرايبين اي قرايبين لك دول قرايبيني واد عمي انا وابن عمي انا غريب والله كلامك يا غريب هنقتله ولا يا عم بقى ولا انا عارف يا عم انت تبع النجاي حاله يا عم نجاح مين خليك في الطريق تبع النجاي حاله ده كرش نجاي حاله عيدك يا عم ده كرش نجاي حاله ده كرش نجاي مجنون يالا مجنون مين ازاي لا يا عم كرش نجاي كرش كرش مين يالا فخال ايه يا مجنون فخال ده فخال مين فخال ده رجلي مين ولا ولا ده عين مين انزل لي نزيع الحلقه دي ولا ما نزيعش يا عم زيد يا حبيبي على فين اتفضل يا عش اتفضل يا عش الله من حق الحمد لله والله يا حبيبي كله زي الفل يا عم ايه حبيبي كويسين الحمد لله والله ايه انتوا رايحين فين بكتور رايحين عند الحسري ايه يا حبيبي اللي بس الاشارات دي معاك كده عشان ايه الاشارات مش شغاله عندي الاشارات دي انت طالع السما لا ولا ايمن وشميل مش للسما لا شميل شميل الجن حلو ولا حلو ولا نظرك لايك نظرك لايك حاجه ولا ايه وانا واحد خد انت دي يا ولا ايه مطب مطلع بتاعت المطب الصناعي طلع بتاعت مطب مطب يالا دي مين مطب يالا يا اخي بقول لك مطب يا اخي ايوه الحلم ايوه الحمد لله يلا طلع الاطار الشمال الشمال كده يمين ولا شمال؟ كده لفوق مش انت ماشيين كده؟ يا اخي بطل يا اخي بطل يا عم ما تزولنيش انا طب طلع انت يا عم طلع دي طلع دي الحلوات دي الله عايز هي واحدة بس واحدة بس كده؟ فكروني بالواد حبيبي الواد رامي رامي ابن ابنني ابنك؟ واد عايش انت عندك كام سنة يا عم؟ عندي 48 بس؟ بس عايش من زمان انا عم غم يا عاجل انت عامل شعرك ده فين؟ ها؟
قلنا عن عن حمال النونو. ايه ده؟ كله ده 48 سنة. يابا. اه ده 48 سنة بعد المية ولا. اي اي. يا ده يا ده يا احترم مرته مالها. بس حلوة النضارة دي حاجة. بص انا مش انت هو صح كده صح؟ النضارة مش عارف نطلع عليها الحمرة. ما تجيب النضارة دي لفة. نطلع عليها الحمرة بس شهادة دي ولا. انت قد قد جدي. اطلع المطب معاك؟ طلع مطب لا مفيش مطب مطب خلاص عندنا بقى عندنا انا ما بشوفوش بطلع فيه شغل كده حلو كده انا كده حلو صح انا ما زودنيش ولا حلو احنا قاعدين معاك يا جدو احنا قاعدين معاك يا جدو احنا قاعدين معاك يا جدو بقول لك ايه انت بتدرسوا في ايه؟ احنا في هندسه مهندسين يعني؟ اه لا انت كنت ضايع احنا والله عم عيب عليك كده الناس ضايع عم عيب عليك والله الله انت امال لو كنت فندس صناعي زي ابنك بقى كنا نعمل ايه انا ابني مش فندس صناعي امال ايه انا ابني سمكان عربان هو كده مش صايع كده مش صايع ده راجل كسيب وعيل حرفي ما احنا مهندسين انا نجاره مهندسين انت نجاره تجاره ايوه حبيبي ايوه انا انت انا سالك سالف انا والله ما هسالك حاجه انا حتى مختاره يا دايما انت اه يا انت بتعمل ايه؟ والله سالف يا يونس ما بعمل ايه؟ والله العظيم سالف انت بيدك ما تقدرش تاني يا حاج الله يخليك عشان بص انا ابويا ما بيعملهاش وربنا ابويا ما بيعملهاش انا زي جدك انا ابويا ما بيعملهاش انت عامل ايه؟ ايه رايك؟ يا عم شوف شعرك انت عامل ازاي؟ انا عايش فلوس احلى يا ابني بس انا جامد اتفضل يا حبيبي ايه ده؟ ده فيت رابع بس انا عيب انا بس انا عيب انا بس انا عيب انا ما قلتليش شرط طب بلاش كفر بس انا في ايه بس انا عيب يا جد كده اوعى شفتني اه والله اقول لكم واحده ثانيه دي الحلاوه دي وانت انت ايه يا حاج الله على طلعها طلع المطب هات المطب بسرعه بسرعه طلع المطب يا طلع المطب مخبوط ده المطب ده المطب طلع ما زولوش بقى ما زولوش بقى ده ولا ده يا عم كله مع بعض ايه راح فين يا دي النيل انت طالع مشكشك ايه يا عم ده اقسم بالله حكي لك موضوع رامي وبتاع والجو ده يا عم ده انت وربنا هتوصله بعد بكره ايه يا عم اتكل على الله ده انت راجل مقرف وانا انا عايز اعمل ايه يا عم امشي عايز والله العظيم والله العظيم يا عم مش يا عم وربنا ما هتوصله يلا يا عم انزل اقف على جنب يا عم انزل يا عم حاجه ابويا ما بيعملهاش حاجه اقف على جنب حاجه عايزين ننزل بص ده انا طياره طياره ايه يا عم والله ده انا وحش انت مجنون يا حاج انت مجنون بس انا حبيت انا وحش الطريق يا عم ده بقول لك رمى مش هنوصل النهارده المحاضره هتفاطمه يا عم حضرتك انتوا طب حضرتك انتوا يا عم مهندسين بقى حضرتك مهندسين ايه مهندسين بقى ولا زمالك زمالك مالكش دعوه بالزمالك طيب مش شجع الزمالك اه زمالك لا بس انا اهلاوي انت اهلاوي زمالكاوي كده انا بشجع اللعبه الحلوه زمالك عمري تعبان صح؟ لا 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 ايوه اخويا انت استعمال اعترف نفسك انا سنه طويل انت انت بكره اوعى قد بكلمك يا عم ادي يا عم بطل ضرب بقى يا عم في ايه؟ يا اسطى عبرك يا اسطى في ايه؟ بطل ضرب يا عم انا عامل الفرق السن اللي ما بيننا غير كده وربنا ما هتشوف حاجه فرق في اللي انا ايه يا راجل يا انت عيل انت مستبح ولا ايه طب تمد بقى تنزلنا انا انت ود هنا ايه كلام تمد بقى تنزلنا خلاص بقى يا عم افتح بقول لك ايه يا يا ولاد انزل بقى انزل لك الباب مقفول يا اسطى انا هحبس يا احمد قول لي زي الحلاوه ولا ما زهقش عم زين زين انت عايز الجامعه كلها تشوف وانت عايز زين السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا باشا بقول لك ايه يا باشا هتضايق بس اخواتي البنات عشان هم طالعين من البورد هاخدهم معايا اخواتي من الدور 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 مين عايز اخدهم في طريقنا بسم الله يا باشا ربنا يديلك بس هدف الدنيا اخلاق الدنيا مفيش تربيه كده ابويا وامي قالوا لي يا سمسم روح روح يا سمسم ربنا يجعل كل دعائنا في اخواتك البنات امين يا رب ادب احترام شطاره والله يا باشا سبحان الله هم اللي بيلبسوني وياكلوني ويشربوني يعني انا اقول لك التسريحه اللي انا مسرحها دي اختي نوسه اختي نوسه اللي عاملاها لي والله والله يا سيدي نوسه نوسه اختي العسل واتسون توت الناس كلها بتعلق على التسريحه
نص الناس بيعلق على التسريحه ونص الناس بيعلق نص ما بيعلق قصدي اقسم بالله شقيانين ليل نهار اوردرات 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 شغل لما يا عيني يعني اخواتك البنات هم اللي عايزين يجوزوك اه هم بقى انت فاهم اخوهم الوحيد وكده وهم عايزين يجوزوني عشان يعني كنت بحب زمان بنت اسمها شلبيه جارتي شلبيه جارتي كانت عامله اياميها بارتي وراحت شرم الشيخ واتجوزت بعد في كازابلانكا في العراق فهم البنات العسلات اخواتي هم دول اخواتي الامارة بص الادب بص الاحترام بص الاحترام بص الادب اقسم بالله اقسم بالله بص الادب بص الاحترام بص العبايات والاحترام والادب والله العظيم ثلاثة ادب الدنيا صباح الخير يا سمسمتي يا روح قلبي يا قلبي اقسم بالله وحشتوني اخر 86 حاجه انت كمان وحشت اخر 98 حاجه طب والاثنين راحوا فين؟ خلاص انا اقول الاثنين اقسم بالله ادب الدنيا والله ده باين قوي والله باين اقول لك على حاجه طيب اقول لك على حاجه اقسم بالله الاثنين شقيين ايوه طبعا ده باين عليهم الشغل من كتر اخوك انا عايز افهم بس عايز افهم انت دول اخواتك؟ اه اخواتي مالك دول اللي عايزين يجوزوك شبهه صح؟ احلى دي نوسه دي نوسه ودي بيرو طبعا انت احلى دي نوسه الصغيره اللي انت قلت لي عليها دي نوسه اللي عملت لي التسريح اه انا اللي مسرحها انا اللي مسرحها هو اللي مسرحنا خلاص يا بنات انت وديني طريقي بس ما ملخص الدنيا دي خلاص يا بنات انا في الكلام اللي انت بتعمله ده الكلام خلاص خلاص انت وديني طريقي وخلاص كده صار خلاص احنا رايحين طريقك ايه يا ابو تمام يا عسل معلش سؤال كده بعد اذنك حسبت البت نوسه ولا لا حسبتها حسبتها صح؟ ما تسيبنيش يا اخويا والله حسبتها 200 دولار والله كدابه طب هو 200 دولار ده رقم ما احنا كنا متفقين على 500 يا دوب تجيب بيه السجاير 200 دولار ما عجبتكش ازاي لا ابو طلال انت مش شواف لا لا مش شواف والله ابو طلال بقول لك ايه ده والله ده فرنساوي والله شغل فرنساوي فعلا ما عندوش حق عادي يا اخويا ثواني باشا ثواني بعد اذنك بتكلم في التليفون ايه ده ابو طلال ده من امتى ده؟ من امتى ابو طلال؟ من امتى؟ بس انت عارف انا مش سوقي الخشن خالص. ازاي؟ طب بقول لك ايه خليك معايا. تطلع اوردر ب 1000 دولار؟ يا جدع اوردر يا جدع ايه اللي انت بتقوله ده يا جدع انت يا جدع؟ 1000 دولار يا جدع انت مش فاهم مصلحتك فين؟ يا دين النبي يا جدعان 1000 دولار 1000 دولار بقول لك ايه انا ماليش دماغ ليك. مع اني مالكش دماغ انا خلقي في مناخيري يا عم حطه في حته ثانيه بلاش. طب ايه يا عم اللي انت بتقوله ده يبقى ليه؟ يا جدع سيبك من الكلام ده. انا مش عارف. طب انا معايا زبون زي الفل. يعني انت انت عضلات يعني عضلات بس انت كده شويه ولا بص قدامك يوم عسل لا عضلات ودنيا وهي انت بحترم نفسك عنده شويه حاجات كده هيظبط شعره وينزل اظبط انت كلامك هظبطهولك عشان ايه هبعتهولك نجيب مش هقول لك تاني هبعتهولك نجيب انت بيرو هتدي معاك البت يا جدع اوعى نفسيتك كده كلمني وايدك جنب كلمني وايدك جنب بيرو شنب وده وشعر شنب ايه بس وانت معايا ابو طلال يلا خلاص انت مش هتريد بس كده ايدك جنبك عشان ما تضحكش ابو طلال كلمني وايدك جنبك عشان ما تضحكش اقول لك ايه انت مالك قفش كده ليه ده انا هتحلمه حد يقول لي الرزق ده بداية كلام افهم مني يا مثبت العقل في الراس 1000 دولار ده بداية كلام يابا خليهم لك انت راجل عيوان داخل على وش جواز واخواتك دول اسمع بس انت من رايح خلاص مفيش مشاكل اخواتك عايزين بتاع مالك عامل كده ليه يا ست انا عامل ايه برافو عليك اقول لك بس بص انا ما تبصش للبنات بس ثواني بقى ايه للبنات عيب عليك اللي انت بتعمله جاي لابو طلال ولا مش جاي يا عم يا ابو طلال مين اللي بتعمل يا جدع انت صوت يا بنات انت بتختصب البنات اقول لك ايه انا دي رايحه بتحرش اخوات البنات انت بتتحرش يا متحرش يا جنسي كده هتخليني بص اعمل حاجات ما عمرك ما شفتها انت ما تعرفش تعمل حاجه ده اقسم بالله العلي العظيم بتحرش بالاخوات يا عم اخوات بقول لك انزل لك فين مفيش نزول يا عم بنت صوتي يا بنت لي بس لي بس على مذيع ولا مذيعش يا عم اقول لك ايه بس يا دي. عم نورتيني ربنا يخليك
هدخل من شارع تاني عشان الدنيا لبش. لبش فين ما الطريق حلوه. تقلقيش يا ست الكل، مش رايحه مش رايحه المساحه الهرم، هوديكي. انا قلت لك اقلب بس الطريق حلو. ماشي. اخش من طريق مختصر. انهي طريق يا اسطى؟ انت بتحور ليه كده؟ يا ستي ما بحورش. عمال تقول لي طريق ومش طريق، في ايه بالظبط؟ ما بحورش عليكي. امال ايه طيب؟ بقول لك ايه؟ السباحه دي. ايه شايفاني باكل كرانشي؟ خلاص بص قدامك. انا ما باكلش كرانشي، اركب معاه ما تخافش. انا ما بخافش. استرها علينا يا رب، انا شامم ريحتهم وحاسس بيهم على قلبي. هما مين دول؟ ربنا يستر عليك. عصابتي ولا ايه؟ يا ستي عصابتي ايه؟ ما تقلقيش، تقول يا رب بقى. ما بقول يا رب، امال اقول ايه؟ استرها علينا يا رب. ربنا يستر ان شاء الله. شامم ريحتهم وحاسس بيهم. مين دول اللي انت شامم ريحتهم دول؟ انا شامم ريحتهم وحاسس بيهم. لا اله الا الله يا ربي. مصحف. مين هم دول؟ هم جم اهم. يا هريدي يا هريدي يا مش عارف يا هريدي. وانا عصران، انا قلت انا حاسس بيهم وشامم ريحتهم. هم دول. مين دول؟ دول اللي انا كنت شامم ريحتهم وحاسس بيهم. نسيني يا ست، نزلك ايه؟ نسيني نسيني وقعتك بعدا. اهدي يا ولية، نزلني بدل ما اكسر العربيه على وشك. اكسر يا ولية خشمك يا ولية. افلام يا لما تلويك على الصبح. بتهرب منين يا وحداني؟ ليه ما هربتش منكم؟ منين بتحبك؟ بقول لك ايه؟ بقول لك انا سبت لكم البلد كلها. انا سبت البلد كلها. جيت اقعد انت يا ورا. اقعد يا ولية. شيل الخرا على دماغك. اقعد يا ولية. احترم نفسك. احترم نفسك. عليا عليك بالتلاته. بقول لك ايه؟ يلا في دماغكم. وحداني يا ابويا يتضايق من حرمي. بقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ في ايه؟ انت السبب. انت اللي رحت للباشا وقلت له افكرك. قال لك ايه؟ جليل. طب انا مالي اقول لك ايه؟ بعد اذنك نزلني. هريري يخرب بيتك نزلني. هذه الارض للنجايحه يا وهدان. نزلني. صح يا وهدان. صح يا هريري. فاكر بس انت اللي رحت عملت معاهم كل الحاجات دي. كان لازم اخد حاجه وحاجة. نزلني نزلني نزلني. يا وليه يا وليه؟ اقعد تحكي وانا ما تلويك. اسكت. انت اتصابت عليا ولا ايه؟ مين عامل عصابه ولا ايه؟ عصابه ايه؟ بقول لك ايه؟ بص الحركه دي. بص الحركه دي معناها ايه؟ نزلني نزلني. في انت عامل كده وخلاص؟ في ايه؟ شوف يا منتصر. يا مؤاخذه يا باشا. ده اللي انت بتعمله ده. كنت عليس العربيه. لا اله الا نزلني. كنت عليس العربيه بسببك. نزلني بدل مختار. تخنق مين؟ اسمح. فاكر ام 30 سنه؟ ما طلع السلاح يا ولية. بسمع. طب النبي نزلني. ارجع انت نزلني. هيطلع السلاح. نزلني. مفيش نزول. قلت اسمع. امال في ايه؟ امال ايه طيب؟ انصف في حساباتي مع ولد عمي. يخرب بيتك على خير. انصف في حساباتي معاهم. انا مالي. انصف في حساباتي معاهم. شيء مالك يا عم. العربية العربية خدت منها صعيب. انتوا وقعتكم خرب. وقعتني ايه؟ في طار عليك ولا ايه؟ في طار يعني ايه؟ طار. في طار عليك؟ ايوه طاري. طب ممكن انزل؟ اقعد يا سلام. ممكن انزل؟ انت قاعد على قلبك خد خبر. يا ولية يا عم. نساني. حسابات. ما تعليش صوتك عليا. مفيش نزول. ما تبصليش كده. هو عبيدنا ولا ايه؟ بقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ طول عمرك يا منتصر. خلاص خلاص عشان خاطر الولية. أنا قررت إنكم تاخدوا طاركم مني، وأنا اللي اختار طريقة الموت. اختار يا أخوي. هموت بالنبلة. بالنبلة. اقتلوني بالنبلة في وداني. ده الهبل اللي أنا فيه. موتوني بالنبلة. عندك يا عصران. هريدي ده طلع راجل. أيوه حبيبي يا ولد. خدته. أنا اخترت الوقت بنفسي. حرام عليك، أنا تعبت. نزلني. من بنات النجايحة. أنت مين اللي بعتك؟ نزلوني. نزلوني. دي حواجب النجايحة. انا مش متخلك مش متخلك مسافر كابتن معايا. بقول لك ايه؟ نزلني نزلني. عيون النجايح. نزلني. انت عليا. انت عليا النجاح. نزلني. انت عليا النجاح. نزلني. بلغي كلمه واحده. عايز اقول لك على حاجه. قوم نادى عليا. احنا ما نتش تمشي واحد. احنا ما نديش ايدينا على حرمه. هتنزل الحلقه دي. روحها فين؟ نزل الحلقه دي هنزلها في الكريزي تاكسي. والله العظيم. بس انت انت ايه دخلتي على ثلاثه ساعات كده؟ عايز تضرب ثلاثه؟ لا، وانت اللي تعملت ده. قول لي انت. يا رب نكون خفاف على قلوبكم. ده ان شاء الله يجي. ما ينفعش من اسم القناه عشان ما نحرقش انتباهنا. نورتينا وشرفتينا. لا بس بجد فظع. ربنا يكلمك يا رب. بجد والله فظع. من سنه وحضرتك طيب. عليكم السلام.
السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. يا باشا أنا مين بالمهندسين إن شاء الله؟ شارع البطل عبد العزيز. البطل أحمد؟ إيه كانت أحلى أيام والله. البطل أحمد عبد العزيز كان صاحبي في الجيش. كان صاحبي. صاحب عصره؟ ها؟ حضرت ثورة 37. 37. كم سنة أنت؟ أنا عندي 36. 36 ازاي 36 وعصرت عبد العزيز؟ ما عبد العزيز 36 وهو كان في ثورة 37. 37؟ اه. احنا سنة كام دلوقتي؟ احنا في 2020. كام؟ 2030. انت لو غيرت ال اه. انت عايش فين؟ انا عايش في شارع ال 20. طب انت هتعرف تودينا؟ طيب انت عندك خلص الزاين. اه انا ولما يجي يخش شمال ولا يمين معاكم ونعمل الاشارات دي حتى الاشارات عندي مش شغاله. الاشارات دي؟ اه طلعيها من الشمال. انا في سنة 34 اياميها كان لسه الاستاذ. طب اسوقلك انا طيب؟ لا يا حبيبي اسوقلك طيب؟ لا عادي عادي انا عندي عندي رامي حفيدي. واد رامي ده واد عسل. حفيدك؟ اه واد سمكاني عربيات هيعجبك حاجه كده يعني. بسم الله ما شاء الله يعني. ها من الاخر يعني. الله ينور عليكي. اه تعرف الاستاذ علي عبد الهادي؟ علي عبد الهادي؟ اه وزير المواصلات. اه علي عبد الهادي ده كان دفعتي برضه. انا كان دفعتي انا والاستاذ والبطل احمد عبد العزيز. البدر احمد عبد العزيز. اه انا كان حبيبي سعد زغلول بقى. لا سعد ده كان موال تاني. لا لا ده انت عجوز بقى. اه طبعا انت عجوز بقى. انت عجوز تعرف سعد انت. نفسي تبطل. ده سعد كان حبيبي. طريقك شويه. سعد كان حبيبي. سعد كنت اقول له يا سعد يقول لي يحيى يا سعد. اقول له يا سعد ما تبصلهاش من تحت. ده من سعد بص لها بالظبط عليك. اقول له يا سعد بص لها من فوق. تقول لي ولا تشغل التكييف يا عم؟ ما هو مش شغال عندي. ليه؟ مش شغال يا عم. عمال تهرش وعمال تقول لنا في كلام ما قالوش. ايه يا بنتي مالك؟ عمال تجيب الاخر في قدام وقدام في الاخر. انت يا بنتي عيب. انا قد جدك عيب. انا انت قد جدي؟ عيب يعني لازم يبقى في شيء كده من الاحترام يعني. اه والله. ايوه. انا فين يا خدني معاك يا باشا. معلش انا اسف لحد الله. ايه ده يا نهار ايه يا عم شكشك. اه يا حبيبي يا عم انت نهار ايه كده عادي لا مؤاخذه. معلش انت راكبين مع الراجل ده؟ والله العظيم يا جدعان الراجل ده هيتعبكم. حكى لكم على مروان و73 من ثوره 19 وسط. يا عم نزلنا يا عم انا انت عارف يا خالد انت ما انت انا عامل يهود انت والله انت عامل اسرائيلي. ممكن تسرع شويه علشان انت بطيء يا بنتي. انا بقالي 95 سنه شغال في المنطقه. انت لسه من شويه بتقول 20 سنه دلوقتي 69 سنه؟ يا بنتي 69. انت مش ما مش حلوه. انت انا عرفتك. انت احمد مصر انت. مين؟ انت احمد مصر انت صح؟ ده ابن خالتي احمد مصر. ايوه انت احمد مصر. وانا نانسي عجرم. عم شكشك احنا امتى هنوصل؟ يا بنتي من العجله الندامه وفي الثاني السلام. عيب افهم انت لسه صغيره انت. دي 75 سنة صغيرة برضه. 75 ما شاء الله عليها يعني باينة اهو. هتوصلنا بسرعة ولا هتفضل ترغي كتير؟ انت عيب ما تقليش أدبك عليا. طب يلا عايزين ننجز بقى. لا ما تقليش أدبك عليا. يعني الجو حلو. لا ما تقليش أدبك عليا. أنا راجل قد جدك أنا. أنت يا بنت عايزة أنت مني. لا ما تديني على مين أحسن بقى. ولا صغيرة ولا إيه؟ طب ما تخلص عايزين ولو كان مربيكي. ما عم انت مش مربيها. بقول لك ايه يا معلم؟ اما تتباع واحد انت ابوها. خلاص بقى عشان اوعي ايدك دي. انت قلت الادب وانت اصلا مش عارف تسوق ولا عارف تتكلم ولا عارف اي حاجه وعمال تعمل علينا شغل واي حاجه وخلاص. انا قد جدك عيب يا معلم. ما يصيرش هذا. طب يلا ما يصيرش هذا حكي. يا اخي انت راجل يا اخي بارد يا اخي انت. طب بقول لك ايه بقى انزلي هات اخر فلوس الاجره بتاعتك. انزلي وريني بقى نفسك بقى. تسمحوا لنا نزهق الحلقه؟ طبعا. على مهلك يا بابا على مهلك. شغل لك التكييف والدنيا تبقى حلوه عشان اكيف لك كده الجو. الله ينور عليك. الجو بقى حر وكده.
استاذن حضرتك بس معايا خوكتين بنتين ممكن اخدهم كويسي على طريقه. على طريقه. لو اقول لحضرتك والله ربنا ما يحرمني منهم ادب الدنيا واخلاق الدنيا كلها، والله العظيم احترام واحتشام وادب. لو اقول لحضرتك ابويا وامي قالوا لي يا سمسم روح ربنا يجعل في وشك انت واخواتك البنات القبول، شقيانين والله العظيم يا بابا عشان تخيل. مشوفتش كده والله، مشوفتش بنات بتشقى عشان خاطر اخوهم الولد. التسريحه اللي انا عاملها دي نوسه اختي الصغيره اللي بتعملها لي، والله مصر كلها بتكلمني عليه. برافو عليك. نص مصر بيكلمني على التسريحه والنص الثاني بيعلق نوسه بيسال على مين اللي عمل التسريحه. وبيرو الكبيره، بيرو بقى الكبيره ما اقولش لحضرتك احترم، ما يشوفوش الشارع. شغل ليل نهار، شغل شغل شقه شغل شقه. اقول لحضرتك على سر، انت حضرتك زي والدي وعارف ان انت كاتم اسرار، انت ما بتقولش اسرار. اتفضل يا حبيبي. هتقول لحد؟ اتفضل. قول والله ما اقول لحد. طب قول والله. بتحدفني بالله يا ابني. طيب خلاص، ما انت حسين انت راجل جميل وكبير وحلو. اقول لحضرتك على حاجه؟ اتفضل. عايزين يجوزوني. والله عايزين يتجوزوني، شوف يعني بيقفوا جنبي في الجواز ويقفوا جنبي في كل حاجه، هم اللي علموني والله العظيم ما بيناموش من كتر الشغل. اهم 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 البنانيت العشاشين، بص ادب الدنيا والله العظيم ثلاثه. بص البنت لابسه عبايه ازاي، بص الثانيه لابسه عبايه ازاي، بص بتاكل لبان علشان تفضل محافظه على ريحه بقها. والله والله العظيم ادب الدنيا والله. ادب الدنيا. عامل ايه يا سماسيم؟ حبيب قلبي سماسيم، قلبي من العسل ده. حبايبي 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 والله العظيم لسه بقول لعمو، بقول له يا عمو ادب الدنيا اخلاق الدنيا. عامله زي العصفوره الكناري. ربنا يحييك. استنى بس يا عمو. وانا عامله زي البطه المزغطه. عارفه يا بيرو لسه بقول له، لسه بقول لعمو ايه؟ استنى بس خليك معايا يا عمو، انت سخنت ليه فجاه كده؟ انت جبت الزول ده منين؟ مش عارف زول زول يعني. ده زول على الاخر. انت لسه بقول له، بقول له ما شاء الله عليك، وبقول له ادب واحتشام. بص لابسين عبايات بياكلوا البن عشان يحافظوا على ريحه بقهم. ايوه تعالى بس كده يا حاج، انت بتسخن ليه كده؟ ده انت مالك يا حاج؟ نو تاتش. انت فيك صحه يا بابا ولا ايه؟ مالك ايه؟ مالك عايز تتجوز؟ صح طبعا. صحه صحه ايه؟ ده احنا هنطلع عين. لا اله الا الله. بس ايه رايك في الويز؟ حد يلاقي البط وما ياكلوش؟ انا عارفه. هو حد يلاقي الوز وما يوزوش؟ ولا حد، هو يعني ينفع حد يلاقي الوز وما يوزوش؟ ولا حد يلاقي الحمام ده او ما يحميهوش؟ اه خليك بقى معايا في الطريق يا بابا، خليك بقى معايا. انت راجل جميل كده. ايه يا سماسيم؟ ايه يا سماسيم؟ ايه يا قلبي سماسيم؟ ولا هيفرهدنا على الفاضي؟ شكله في الجعان قوي. ايوه. لا يا سمسم بص سكتك يا سمسم. انا باصص يا حبيبي. ايه ده بس يا عم؟ ايه؟ اخواتك حبايبي. ايه ده يا عم يا مسلم؟ باين عليهم حبايبي يعني. ايه ده بس؟ انت فيك صحه للكلام ده يا حاج؟ بقول لك عملتوا ايه يا اولاد؟ انا كان متفق معايا على 200 اداني 300 دولار لان اتبسط قوي. طب الصلاة على النبي، وانت يا ابو طلال عامل معاكي ايه؟ بلا وكسه ده مقرح. مقرح ازاي؟ 200 دولار مش انت كده بتحوري لي يا نوس. لا يا حبيبي انا اقدر العبها. هتلعبيها معايا زي ما لعبتيها معايا في ابو مبارك. انا اقدر العبها معاك. ما بقى ما تحرجيش. انت هلعبها معاك. مالك يا بابا؟ في اعصابك سايبه ليه كده؟ مالك مفاصلك فيها ايه اللي حصل لها؟ بقول لك ايه؟ انت مركب الطم ولا الطم راح فين؟ لا 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 طبعا. يا بابا ركز معايا بس. الطبيعي اجدع، ركز في السكه بس. انا مركز في السكه. مركز في السكه. اه انت منين اصلا؟ لا انا من هنا. من هنا منين؟ من هنا. انت من مصر، ما الكلام ده كلام في الرخيص. ولا معاه دولارات ولا ريال ليه؟ لا انت كده في الرخيص بقى، ركز معايا. انت نازل فين يا حاج؟ انت نازل فين؟ نازل فين؟ يا عم مشيت انا بس، مشيت انا. وندنا ايه وحبنا ايه؟ بقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ انت كده بقول لك ايه؟ بص سكتك يا سماسيم. سماسيم مين؟ بقول لك ايه؟ وريني محفظتك. بقول لك ايه يا سماسيم؟ لا لا شكله مشفر عليك. بقول لك ايه؟ ما تضيعش وقتنا يا سماسيم. ضيع ايه؟ وبعد الليله دي كلها بقول لك ايه؟ هو احنا كل شويه جوع معانا زبونه بنت انتوا ولا ايه؟ لا زبون ايه ده شكله اشفر عليك. لما احنا نقفش بقى اللي في جيبه بقى.
تكسيدي كده بس انا قاعد. انت جايب العصب ده منين؟ اوعى كده بس عورت مين؟ عورتي مين يا بنت؟ بقول لك ايه؟ وليه محفظتك بس المحفظه فين؟ انا ماسك الطاره. الاول خليني مع اخواتك وبعد كده. اخواتي ايه بس؟ انت مالك باخواتي؟ اخواتي دول ياكلوك ياكلوك ناي يا سمسم. دول ياكلوك حيشوفوك. الله 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 الراجل ده باين عليه ايه؟ ايه يا سمسم؟ الراجل ده في ده هيمد ايده من غير فلوس. ده في التوهان خالص. ده في التوهان. بقول لك ايه؟ محفظتك فين بس؟ وريني كده يا سمسم. تعرف الراجل ده؟ بص لي بقى. تعرف الراجل؟ بقول لك المحفظه فين؟ ما تستفزش الشغل ده بقى يا ابني. ما تستفزش. بقول له بلا يا ابني. ما تستفزش ايه بس؟ معاك فلوس ولا لك 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 وفعل ما فيش. بقول لك ايه؟ هتدفع ولا تنزل؟ يلا يا حبيبي الدفع هنا مقدما. ماني توكس. بص انت راجل معايا يا ابني. اقعد يا ابني بقى بدل ما اعملها معايا. طلع اللي في المحفظه. ده 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 طلع اللي في المحفظه. يا سمسي معلمه احنا لسه جايين. احنا بنهزر مع حضرتك. ده برنامج. ده مقلب. ده مقلب. ايوه ده مقلب. تعال بس. كل اللي حصل كل اللي حصل ده اتصور. انت لسه مصدق سمسم؟ انت فيك حل الكلام ده يا عم؟ طب ما اللي حصل جوه ده المدام تزعل يا عم. خلاص بقى بس مدام راحت هو وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فين في المعادي؟ شارع 10. استر يا رب. ما عايزش مشاكل. ما عايزش مشاكل. ما عايزش مشاكل يا هريدي. عندي ربكة برجوازية. عندي ربكة برجوازية. برجوازية يعني بلاش طاقية. عندي حساسية. لمحتهم 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 يعني. يعني قلبي مقبوض. قلبي مقبوض. كله على الله. الدنيا تسهم علينا بقى وشغلانه ما يعلم بيها الا ربنا. شغلانه ما يعلم بيها الا ربنا. علي قليل ما تشتغلهاش يا عم. لا يا عم بقول لك ايه؟ ما تسيبني في حالي. يعني ايه ما اشتغلهاش يا عم؟ ايوه ما تشتغلهاش. وحدة يا هريدي. عسران عسران يا هريدي. عسران ايه اللي جابكم الام دول؟ انت في وشك فجر. انت عايز تهرب؟ وشك فجر وضيق علي. عايز تهرب منين؟ انت ضيق يا اخي منين؟ ليه عايز تهرب منين؟ نينا بتحبك. عايز تهرب منين؟ يا عمري ما فكرت اهرب من نينا. امال ايه؟ نينا وفي جمال نينا. ده انا كنت لي النهار قاعد مع نينا بس انت السبب. اني انت يا عصران السبب. اني وهدان ده عصران. انت يا عصران السبب. ايه اللي حصل؟ قول لي. اقول لك اللي حصل ايه؟ قول لي. ليه نسيت؟ ان كنت نسيت اللي جرى هاتوا الدفاتر تنجره. فاكر ايه ده انت؟ عشان دي حسابات بنصفيها مع بعضينا. وكنا كلنا بنقعد مع نينا. والناس تحب منتصر. منتصر مين؟ ما عارفش. نرجع لمرجعنا. ايوه بيقول لك ايه؟ مرجعنا بقى. اقول لك انا البيه واد عمك راح للظابط عليه وقلت له. قال لك ايه؟ افكرك. قال لي يا عم صح. اهدي منين؟ استنى وقف عندك. وقف عندك. اشتغلت في قرايبيني. ايوه يا عم. ما تحاسب انت وامك. انت بتطلع ايدي. حاسب مين انت؟ جد اللي بتقوله ده؟ ايوه جد يا عم. لا ده انا ولاد عمي على الغريب. وانت الغريب. انت الغريب. انت الغريب. انت الغريب. ايه كيف يا غريب؟ دور يا عمك. ايه يا راجل؟ انت من جاي حال. انت من فين؟ انت من جاي حال. يا راجل روح ايدك يا عم. هتموت زي ما مات جديك يا عم. مات جديك. مات ازاي؟ جديه متخزوك. مين اللي خزوك؟ جدي. جدك انت اللي خزوه. ارجع تاني.
لمرجوعنا. فاكر من ايام الكيجي؟ ايام الكيجي لما كنت بتاخد السندوتشات اللي حصل كنت بتاخدها من البت هنيه. ايوه انت مين انت؟ عم بس ما تكونش مين هتموت انت وولدك. انت وولدك هتموت. ده ولدك اقتل ولدك خلاص. هو ده اللي عليه الدور. ده ولدك انت اللي عليك يا ولد. يا ولدي يا محمد ولدي محمد ولدي محمد خضر ولدك. ايوه هو اللي عليه الدور في الطار. اوعى يا ولد اوعى يا ولد ولا يهمك ولا يهمك. يا عم الغرف ده يا عم اوعى اوعى رجلك اه يا دي يا طباخ تزغد لي يا عم وبالوالدين يا حسان. خلصوا عليه يا رجاله خلصوا عليه خلصوا عليه. انت هتموت موتة موتة البرغوت. موتة البرغوت اهو كده كده يا برغوت النزع انت بالمبيد الحشري ودي برقابته. خش بينا فراسين اوعى ادخل فينا. انا اخلص عليك نزلك مين مش نزول ده انت هتخلص عليك. نزيه الحلقه دي ولا لا؟ صحابك هيشوفوها والدنيا وبتاع تطلع وحش انت بتضرب صعايدة وبتاع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا حاج؟ الحمد لله كله زي الفل. فين في الدق ان شاء الله؟ ان شاء الله شارع مصدق. حبيبي صدق ولا مكذب عادي؟ عامل ايه يا حاج؟ كله زي الفل الحمد لله. انت مالك معفر لك كده يا حاج؟ بدل في نفسك لكن اما معفر ايه ومبهدل ايه؟ بس نعمل ايه بقى شقه؟ شقه بس ما كنتش معفر نفسك كده. انت كنت شغال في ايه؟ في العماله في العاصمه الاداريه ولا شغال في ايه ولا جايب ايه؟ عاصمه اداريه يا عم. امال شغال في ايه انت؟ انا بس عايزك تخلي معاك المواصل الاشارات دي. بتاع ايه دول؟ خليهم عشان انا الاشارات عندي مش شغاله. اول ما يبقى في مطب ولا حاجه ايه تطلع المطب الصناعي. أول ما يبقى في دخل يمين تطلع الإشارة اليمين. الله. أول ما في دخل شمال تطلع الإشارة اليمين برضه. ماشي؟ تعبان ولا إيه؟ إيه دنيا أنت مالك كده؟ بسم الله ما شاء الله. أنا ضيف هنا يا حاج. شغال إيه؟ هاني؟ أيوه. أنا شغال كهربائي. كهربائي بسم الله ما شاء الله. باين عليه. إيه باين عليه إيه؟ بسم الله ما شاء الله مدلدل كده من كل حتة. تعطيني قدمك ولا ايه؟ لا يا اخي مش عايز قدم والله دردشه عادي يعني يا جدع. مالك انت يا اخي؟ عيب انا قد ابوك اهي. ما انا عارف والله على فكره محترم. مين سنه ادب وكده وكده؟ على فكره محترمك والله. تمام. يا عم الحاج انت شارب حاجه ولا ايه؟ يا ابني مالك يا ابني نكس في الطنية. طلع الاشاره يا ابني. طلع الاشاره. طلع الاشاره اخش. طب انت اجنك ولا ايه ولا في ايه بالظبط ولا انت؟ انت بس طلع الاشاره يا اخي. طلع اشاره ايه؟ طلع اسمها ايه؟ طلع. يمين. طيب ايه؟ طلع اشارة اليمين. اشارة اليمين. ايوه طلع اشارة اليمين. اليمين اهي. ايوه. ايوه. معانا ده اركب معانا ده؟ ركبوا معانا. معاك يا باشا لحد داخل الشارع. ايه ده؟ يا دي النيلة يا عم شكشك. يا عم انت مفيش غيرك ولا ايه؟ يا عم انت الواد ده انا عارفه. يا عم انت مفيش غيرك في المنطقة. انا عارفك يا لنت. بقول لك ايه؟ خلي بالك الراجل ده انا راكب معاه مراتي كانت بتولد دلوقتي ابني في خمسة ابتدائي. انزل عشان خاطره مش هوصلك. يا عم يا عم ده انت راجل نقطة. استنى بس استنى تعالى. لا لا انت يا راجل انت يا عم ادفع الاجرة. استنى بس انا رايح ادق ايه؟ تخرج مني يا راجل. يا جدع استنى رايح ادق ايه؟ يا راجل طب استنى اوصلك. بقول لك ايه؟ طب خليك بس اوصلك. توديني فين؟ اوديك الدق. توديني فين؟ انت مش فين مجانين ولا توديني عباسيه؟ توديني فين انت؟ لا اوديك الدق اهي. بقى ساعه ماشي منها وتلف منها فين؟ انت غريب؟ يا لا الله عشان غريب جاي من كفر الشيخ. عشان غريب؟ شايف؟ مش قد الواد ايه؟ الواد دي ده طويل كفر شوف. شوف ما انت باين عليك اصلا مش طبيعي. باين عليك مش طبيعي. بقول لك ايه؟ مش لاقي عليك مش طبيعي. بقول لك تعالى كده نزيع اول ولا منزيع؟ لا زيع اول.